بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الاثنين 23/8/2021 من مجزر البساتين بالقاهرة يتم تحميل 24 طن، البحيرة 4 طن، الإسماعيلية 4 طن، بورسعيد 2 طن، الغربية 4 طن، السويس 2 طن، صغاج 4 طن، قنا 4 طن، وذلك لتسليمها إلى المدريات. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد جسر عبد الونيس، إن شاء الله النهاردة الاثنين 23/8 محمل 4 طن متجه إلى مدرية أوقاف البحيرة.